بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من بيت الهنا. لما نقعد في ونسة ونتكلم عن أولادنا بتجي سيرة. لما نتكلم عن شخصية الطفل، الأم تجي تقول نفسي بنتي تكون شخصيتها مميزة، الأب يقول نفسي يكون شخصية ابني قوية. إحنا لما نتكلم عن الأمنيات دي بنتكلم عنها في المستقبل، لكن أنتوا عارفين إنه شخصية الطفل بتظهر من عمر صغير. كيف ممكن نكتشف شخصية الطفل في هذا العمر؟ وكيف نقدر نعرف إنه الصفات الجميلة اللي فيه نعزز منها ونقوي منها ونضيف عليها؟ وكيف بالمقابل الشخصية السلبية أو الصفات السلبية نقدر نحد منها؟ إذا ما عارفين لا ده ولا ده، ما قادرين نفهم طفلنا وما عارفين إذا عنده شخصية كذا ولا كذا، هل ممكن نكتشفها؟ دي كلها أمور إحنا هنتناقش فيها ونتونس فيها الليلة معاكم في بيت الهنا، وهتكون معانا ضيفة عزيزة مختصة في علم النفس العلاجي دكتورة أماني والي محمد توفيق. أهلا بكم وبيها تفضل. بيت الهنا. وصلت عندنا دكتورة أماني والي محمد توفيق مختصة في مجال علم النفس العلاجي. أهلا مرحب بك يا دكتورة. أهلا مرحب بكم ومرحب بكل مشاهدين بيت الهنا. شرفتنا كثير. الله يخليك. في موضوع شخصية الطفل، يمكن الكلمتين ممكن كأسرة تحس إنها ما جاية مع بعض، لأنه الشخصية دائما بنخطها للشخص الكبير. نعم. متى بيبدأ معنا تكوين شخصية الطفل؟ بتبتدي تكوين شخصية الطفل منذ المراحل المبكرة من عمر الطفل اللي هي في المراحل الشهور الأولى، وبتمتد إلى أن يصل الشخص يتعدى مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة، وبعد ذلك يبتدي مرحلة الشباب وتتكون الشخصية المتكاملة اللي هي مسألة البداية، هي بتنمو شوية شوية لغاية لما تصل للمرحلة النهائية. والله هي تحديدا يعني ممكن نقول شخصية الطفل من عمر الثلاث شهور الأولانية بيبتدي تكوين بعض السمات البسيطة تلاحظها الأم في طفلها، وبتستمر إلى أن يصل مرحلة الشباب وهكذا. جميل. الصفات اللي ممكن نكتشفها في طفل أو في يعني خلينا نقول رضيع عمره ثلاثة شهور، هو رضيع نعم اللي هي شنو الصفات اللي ممكن نكتشفها فيه في يعني أعمار زي دي؟ يعني هو مثلا هو طفل صغير أو هو رضيع أو كده، بنشوف مثلا مقدرته بتاعت الابتسام، بتاعت الاستجابة لمثلا صوت أمه. في أطفال كثيرين مثلا واحد بيكون أمه بتتكلم في حتة تانية بيكون بيحول لها نظره، بيفتش عليها بنظره. فدي كلها عمليات بتاعت شنو؟ تكوين لشخصية الطفل. يعني أنا يا جماعة موجود، ما بعرف أتكلم لكن بعيوني موجود مع أمي، بنظراتي موجود مع أمي. خلاف كده يعني استجاباته ذاته مثلا للجوع، انا جعان بك جوع، الجوع بيكون معروف. حتى مناغات مع نفسه، بيلعب مع نفسه. فدي انا يا جماعه انا موجود، انا عندي صوت. واذا ما حصل ده بشكل كبير ممكن نقول ده نوع من الانطواء؟ لا، هو ما هو بيحصل، لانه بس تكون شنو، بس يعني تتاخر من طفل لطفل مرحله انه يبتسم لامه، يعايل لأمه في عيونه، بعد شوية يلعب مع نفسه، بعد فترة شوية يكبر شوية في الشهور تلقي بتدي يلعب بيدينه وبرجلينه، فرفرته كثيرة شوية. نعم. فدي كل مرحلة لها 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 حاجة معينة، وما معنى إنه الطفل إنه تأخر منه في ثلاث أربع شهور ما عمل الحاجة دي إنه فوقه خلل. لا، بس قد تتأخر المراحل بتاع التعبير عن دواخله الشخصية أو دواخله النفسية في الفترة دي. جميل. ده بالنسبة له في عمر زي ده بيبدأ تكوين شخصيته. في عوامل خلينا نقول مؤثرة من حوالينه هي بتدعم الشخصية دي، أو نعم، ممكن تغير فيها حتى. نعم. بالنسبة للطفولة، مرحلة الطفولة العوامل المؤثرة في نمو الشخصية بتبتدي من العامل الوراثي. اللي هو من مراحل التكوين الأولى للطفل الصغير هو في بطن أمه. ففي العمليات بتاعت الوراثه، التاثير من بطن الام، من بطن الام، عمليه ما هي عمليه تلاقي البويضه مع الحيوان المنوي، وبعدين عندك الحته بتاعت التلقيح والكروموزات وصفات الاب وصفات الام. فدي كلها بتبتدي عند الطفل من مرحله التكوين الاولى. سبحان الله. اي سبحان الله. وبتصل المرحله بعد تجي المرحله بتاعت انه طفل وليد او رضيع صغير، بتجي المرحلة الثانية في تكوين الشخصية اللي هي علاقة الأم بالطفل وعلاقة الأب بالطفل وعلاقتهم الاثنين بالطفل.
دي برضو من العوامل اللي بتأثر في نمو الشخصية لدى الطفل. يعني بعد إذنك علشان نحددها أو نعرف بها، العلاقة الجيدة ما بين الأم والأب والعلاقة اللي فيها توتر ممكن تأثر كيف؟ طيب أنا أبتدي لك بالعلاقة الجيدة. العلاقة الجيدة الطفل الصغير هو بحس بها من ما هو في هو جنين في بطن أمه. إذا كانت الأم متقبلة الحمل ده هو بحس بالقصة دي، أو هي رافضة، أو الأم والأب الاثنين متوافقين على الحمل ده أو رافضينه، هو الطفل بيشعر بها الشعور. معناها يخلوا باله من أمهات للمسألة دي. والله يا ريت، يعني دي فرصة كويسة إنه الواحد إنه حتى العملية بتاعته هو الطفل صف جنين بتأثر بالانفعالات بتاعت الأم. بتلقي كثير عندنا في المجتمع السوداني بنسمع إنه والله ولدي ده أو بنتي ده طلعت عصبية لأنه يوم أنا كنت حامل كانت عندي مشاكل. ففي الفترة دي يعني إحنا نحاول بقدر الإمكان إنه نقلل من المشاكل اللي بتكون موجودة في حياتنا. حياتنا موجودة فيها مشاكل، لكن ما نخليها تتأثر لفترة أطول كده على السيد على الطفل وكده. إذا كان بيناتهم في توتر، هل ممكن نقول إنه من الشخصيات اللي بتضاف إنه يكون شخصية عصبية أو متوترة أو قلقة مثلا؟ وإذا كان الأب والأم متوافقين ممكن يكون شخصية هاد أو رزينة، ممكن تدخل مسائل دي؟ بتدخل مسائل دي. خلاف الأم والأب في العوامل الثانية اللي هي وجود الإخوة يعني في الأسرة ده برضو له تأثير كبير جدا جدا على نمو الطفل وعلى شخصيته. المرحلة الثالثة بعد ما يكبر شوية في المرحلة بتاعت المجتمع الخارجي اللي هم في مجتمع الأغران، الروضة، المدرسة، بتجي العوامل المؤثرة برضو في شخصية الطفل. عملية الثقافة أي نوع من الثقافة، الثقافة السالبة، الثقافة الموجبة وهكذا. فالإنسان أو الطفل الصغير هو في مراحل بتاعة نمو شخصي، في كل مرحلة عندها متطلبات المحددة في عملية النمو. لكن بصفة عامة العوامل المؤثرة في نمو الشخصية ممكن نقول عليها الوراثة، الوالدين، وجود الإخوة، المرحلة الرابعة الثقافة، الخامسة المحيط بتاع المجتمع فيه الطفل. في طبعا أمور لها علاقة بالأم والأب في تكوين شخصية الطفل. نعم. أنت ذكرت منها الحاجة دي، هنكملها وتعلقي عليها لأنه عندنا قصة مصورة مع السيدة نانا عبد المجيد، عندها بنتين ربنا يخليهم ليها، قدرت كيف تكون شخصية البنات، تكتشفها في البداية كيف وتطور فيها. تعالوا نشوف مع بعض. بعرف أولادي بحبوا شنو وبكرهوا شنو بالملاحظة وبالحوار، وبعد ذلك أدعم الحاجات اللي هم بحبوا. يعني بشوف مثلا راما مثلا بتحب الألوان، وبلاحظ إنه مثلا نون دايما بتميل للكمبيوتر والحاجات وبتدغينا برضو. يعني أكتر شيء يعني بحاورهم الملاحظة والحوار، ده هو الحاجات اللي بتخليني أفهم الشخصية بتاعتهم. الحوار ما صعب معهم، بالعكس أنت بتلقي دايما لما تبتدي حوار ولما تبتدي أسئلة تلقي إنه ما في حتى ستوب، يعني ما بقيفوا، يعني ممكن يكون في حوار مستمر. الصعوبات أصلاً هي هتكون مني أنا، كانت في البداية إنه أنا يمكن ما كنت بسمع أكتر، يعني ما بسمع دائماً، بكون شنو مسيطرة. لقيت إنه أنا مفروض أدي فرصة لأنهم هم يعبروا عن نفسهم أكتر وأنا أسمع وأشوف يعني حاجات اللي ممكن أصلحها شنو يعني. وأحياناً الطفل لما يكون صغير بيكون في حاجات كثيرة هو ما منتبه لها، فأنا بقوم بوجه بإنه مثلاً في حاجة اسمها كده وبالتجربة، يعني أوديهم الفروسية يجربوا يشوفوا، أوديهم السباحة يجربوا يشوفوا، بعد ذلك هم حسب ميولهم يختاروا. مرحلة تانية هو يطمحوا لأنهم هم يصلوا فيها لدرجات كبيرة، يعني اللي هي طبعا بالإضافة للحاجة الأساسية اللي هي الدراسة، دي شيء أساسي، وبعد ذلك الهوايات واللي هي دي بتدعي من صغتهم في نفسهم بتقوي شخصية الطفل برضو. أنا بفتكر إنه من الحاجات المهمة جدا ينموها في الطفل الثقة في النفس، ولكن لازم يكون يعني ما يكون تصل لحد الغرور، وتكون متوازنة، وخير الأمور الوسط.
لما يكون في لغة بتاعت حوار مستمر ودايم بيكون في أكيد ارتباط، ودايما بيلقوهم فرصة إنه في شخص ما بيستمع، فالحاجة دي بتساعده لقدام لما يقابلوا صعوبات أو يقابلوا مشاكل، فبيلقوا إنه في شخص ممكن يسمع، فبيخلي لقدام العلاقة بتكون أسهل. يعني الحوار بيعلم الأب حاجات كثيرة عن أبنائهم، تقدر توجهه، تقدر تأثر على أفكاره، تأثر على حياته كلها. ما شاء الله عليك، يعني نانا واحدة من الشابات الأمهات الشابات اللي إحنا بنقول في ظل الزحمة الشديدة اللي عندنا في الوقت، لكن عندها وقت ما شاء الله. تعقيبك عليها دكتورة شنو؟ والله حقيقة يعني بنطلب رب سبحانه وتعالى إنه يكثر من بنتنا نانا إن شاء الله. إن شاء الله. أول حاجة الفكرة بتاعتها هي فكرة تكاد تكون علمية، وياريت يعني كل الأسر تحزو الحزو بتاعها. بعدين من الملاحظ من التقرير إنه نانا يعني اهتمت بالجانب الترفيهي التثقيفي التعليمي، في نفس الوقت اهتمت بالجانب الأكاديمي. دي معادلة مهمة، معادلة مهمة جدا جدا، لأنه الأطفال بطبعهم بيميلوا إلى الترفيه واللعب أكثر من الميلان إلى الميلان الأكاديمي. صحيح. فافتكر إنه التوازن اللي عملته نانا مع بناتها توازن رائع وتوازن بناء، وقد يكون مدروس. نعم. فبفتكر إنه كل الأسر تحاول إنه بقدر الإمكان إنه تقدر تعمل التوازن ما بين التفوق الأكاديمي وفي نفس الوقت الهوايات، تنمية الهوايات وممارسة الرياضة على حسب ما بحبها الطفل. ما شرط إلا تكون فروسية، ممكن إن شاء الله كرة قدم يعني. لا ما بالضرورة، لا ما بالضرورة إنها تكون. أيوة. يعني رياضة زي ما بقولوا يعني مرفهة مثلا أو مرفهة. ما متواجدة الفروسية. أيوة. هي طبعا من الرياضات المرفهة. لكن احنا بنتوقع بنتكلم من واقعنا احنا كسودانيين، كويس، فينا أنواع كثيرة جدا جدا من الرياضات اللي بتحتاج لمجهود يعني أفراد معينين في المدرسة، سواء كان في الكرة الطائرة، سواء كان في السباحة أو في أي منشط من المناشط الرياضية. ودائما بنحبب المناشط الرياضية الجماعية. ليه المناشط الرياضية الجماعية؟ لأنها بتنمي في الطفل المقدرة بتاعة التمازج الاجتماعي مع الغير والتعاون. والتعاون. فهي كون إنها بنت مثلا بترسم ده ما عيب، بل بالعكس دي إضافة لها. صحيح. كويس. فنحن دائما بنحاول ننمي المهارات الاجتماعية، الهوايات الاجتماعية كبيرة، ليه؟ لأنها بتخدم عدد كبير من الأفراد. جميل جميل. لما نتكلم عن إحنا يعني كمربي ومربية، يعني معناها في الحالة دي إحنا مش هنتكلم عن الأم والأب بس، ممكن الجدة بتربي الجدة العمة في حالة إنه انشغال معين أو ظروف محددة. نعم. هل ممكن نقول إنه المربي ده بشكل عام بيقدر يعرف صفات الشخصية لدى طفله؟ إذا افترضنا في شخصية المربي هو يكون جد أو جدة، فأكيد عنده الخلفية التربوية الممتازة اللي بيقدر يلاحظ بها شخصية الطفل. يمكن في السودان عندنا الحبوبة والجد كثير منهم بيربوا في أسرنا، يعني إحنا ممكن نكون تربينا على يدهم أو أولادنا. حابة أواصل معك في الموضوع وأكيد على النقطة دي لأنها مهمة، بس فاصل قصير ونعود إن شاء الله. بيت الهنا. حبابكم عشرة مرة تانية، وموضوعنا اليوم عن شخصية الطفل. قبل الفاصل كان عندنا سؤال بخصوص المربي، يعني ما شرط إلا يكون الأم والأب، ممكن الجد وممكن الحبوبة وممكن يعني أي مربي آخر إذا كان من الأهل أو من برا الأسرة. هتواصل معك دكتورة أماني، تفضلي. أهلا مرحبا. بقول شيء بالنسبة إذا كان المربي هو الجد أو الحبوبة، فهم التربية ربونا ليها، يعني ما ادري اقول كفاينا هم طلعونا احنا. ايوه. فبس يعني عندي بعض التحفظ انه الجد والحبوبه بيدلعوا الاولاد حبتين. فبس هم لو قدروا يعملوا لنا التوازن زي ما عملوا لهم ولينا في التربيه. يعني بيكون احسن. واذا افترضنا انه المربي هو مثلا شخص ثاني خلاف الجد والجده، اللي هو مثلا استاذ في المدرسه او خلافه، برضه يعني نراعي فيهم انه يكونوا تربيه موضوعيه وعلميه. كيف تكون؟ بمعنى شنو؟ يعني إذا كان التوجيه
بالخطوات مثلا، يوريهم يعلموهم القيم، يعلموهم بعض الصفات الجميلة، يعلموهم بيتين يكونوا صادقين، بيتين يكونوا مثلا يطلبوا حاجاتهم، نعلمهم الحتة بتاعت لو سمحتي لو من فضلك. فدي الحاجات دي بتغرز فيهم أكثر مما نحن نعلمها لهم كآباء. بياخذوا التربية بشكل جديد وبشكل مختلف. فهي بتأثر عليهم طبعا. أفتكر ده طبعا بالتواصل مع الأسرة مع المدرسة. طبعا أكيد أكيد لأنها مهمة. لما نتكلم عن يعني بشكل عام، هل ممكن نقول في صفات معينة بتحدد شخصية الأطفال بشكل عام؟ نعم، هي في مثلا الطفل من عمر سنتين لغاية عمر 4 سنين بتبتدي تظهر فيه بعض الصفات الشخصية. يعني مثلا بنلقى كثير من الأسر أو الأمهات بتقول لك والله ولدي ده عنيد. العنيد ده جابه من وين؟ أنا نحن ما عندنا زول عنيد في الأسرة. لا، إذا أنت جيتي إذا راجحت حساباتك بتشوف العنيد ده جاه نتيجة مثلا إنك أنت جبت طفل تاني وحس بالغيرة وعايز يلفت النظر. فبيقوم شنو؟ بيكون شخصيته عنيدة لأنه الاهتمام والحب اللي كان بيلاقيه قبل ما يجي أخوه الثاني قلة. وبيلفت النظر أيوه، هو في النهاية عايز يلفت النظر، سواء كان عنيد دار يلفت النظر، أو كان عدواني دار يلفت النظر، أو كان بيبكي كثير برضو. دي عملية بتاعت إنه دي تنبيه، أو في صفات كثيرة يعني الطفل يلفت بها نظر أسرته. ممكن التبول لا إرادية أو التبول لا في العمر ده يعتبر لا يعني ما مشكلة. لأنه لسه هو في العمر بتاع التعليم. ففي العمر ده بنقدر نقول عليه إنه مثلا عايز يلفت بها نظر. ده في أعمار أكبر شوية. ده في أعمار أكبر. فبالتالي على الأم الواعية، أو الأم اللي تكون واعية جدا، تشوف ولدها ليه هو بقى كده؟ لأنه أساسا ما فجأة بتقول الولد ده بقى يبكي. ما جاء ساكت. الشخصية النكدية بتاعت الطفولة ما جات ساي. فالأم ترجع تشوف شنو اللي تغير، وبعدها تبدأ توفر شنو علشان تقدر تخلي الحاجات. إذا افترضنا إنها هي كانت امرأة عاملة وبقت تطلع وتخلي ولدها مثلا عند حبوبته وعند جده، بيجي بيكون عصبي بيكون كده، فهو ما محتاج إنه في حاجة نقصت في حياته. فتقوم تعويضها، تعمله عملية تعويضية. كيف؟ عملية تعويضية مثلا يعني إذا هو في عمر من سنتين لغاية 4 سنوات أو 5 سنوات ممكن تتخاطب معاه، تاخد تتدي معاه في الكلام، وبعدين تفهمه إنه هو حبيبة وإنه هو يعني بتحبه وإنه وإنه وإنه، على أساس إنه ما يحس بالنفور أو هي ما فاضية. دكتور أماني، الكلام أكيد معك جميل جدا ومفيد. نصيحة أخيرة ممكن تقدميها للوالدين؟ حقيقة يعني الأطفال عندهم تتشعب كل الهوايات، في أطفال عندهم هوايات كثيرة جدا، وفي ألعاب قد تنفس عن بعض الرغبات الموجودة فيهم. ففي بعض المرات أنا برجو من الآباء والأمهات إنه يخدوا بالهم للهوايات اللي بيمارسوها أطفالهم شنو، ومن خلال الهوايات اللي بيمارسوها أولادهم بيكون أكيد الأم والأبو أو الأسرة عارفة إنه في بعض الصفات السالبة في طفلها. فمن خلال ممارسته للهواية اللي هو بيمارسها نحاول إنه ندخل له إنه مثلا العادة الفلانية دي أنت لو هي ما كويسة، من خلال الرياضة، من خلال كده نحاول نمسح الشيء السالب في شخصية الطفل وننمي له الشيء الإيجابي فيه. في العادة السيئة مثلا هو لو مثلا عنيد فحب مثلا بيلعب كرة قدم، بيحب يلعب بيستحوذ بكرة القدم براو، أو زول أنان داري الكرة دي تكون عنده، نقول له لا، اللعبة دي هي لعبة جماعية، وإنه الجمال إنك لما تدي وتدي غيرك وغيرك يديك وكده. فمن دائما ننمي الصفات السالبة في الطفل من خلال الألعاب لحاجة موجبة. نحد من السلبيات بالتوجيه والمراقبة والنصائح. جميل. أنا بشكرك كثير، شرفتنا كثير دكتورة أماني والي محمد توفيق، مختصة في مجال علم النفس العلاجي. شكرا لحضورك، ونتمنى إن شاء الله إنه كل الناس تستفيد. والله إن شاء الله يا رب العالمين، إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا لك. شكرا لك. راجع لكم بعد فاصل قصير، خليكم معنا. بيت الهنا. أهلا بكم من جديد. لأن صحتكم بتهمنا، مجهز لكم فقرة صحية في مجال التغذية مع اختصاصية التغذية والعلاج الغذائي زهراء الحسن، اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالمشاهدين الأفاضل، وحنتكلم اليوم في حلقة التغذية
عن التغذية التكميلية للطفل الرضيع. في الأول حسب ما أقرته منظمة الصحة العالمية واليونيسيف حول تغذية الطفل الرضيع في العام 2003، أنه الهدف الاستراتيجي اللي وضعته منظمة الصحة العالمية من أجل الحياة المثلى للطفل ويعيش وينمو بصورة يعني جيدة، والإنماء العقلي والذهني يكون بصورة ممتازة. فمن عمر يوم بتبدأ لحد 6 شهور تبدأ التغذية المعتمدة تماما على الأم، على لبن الأم. في حالة الله لا قدر وفاة الأم، أو في حالة أسباب بتمنع الأم أنه تكون قادرة على إرضاع طفلها، ممكن أدخل بعض المكملات الصيدلانية المقابلة لعمر الرضيع. فمثلا بعض المكملات بيكون مكتوب عليها من عمر 0 لحد 6 شهور، فهذه اللي بياخذها الطفل، او من عمر 6 شهور لحد سنتين على حسب الوضع اللي هو عايشه الطفل ممكن نجيب له المكملات. حتى في بعض الصيدليات في مكملات غذائيه للاطفال حسب اعمارهم بيكون مكتوب عليها خاص بالاسهال، دي ممكن ندخلها من خلال عمر يوم لحد 6 شهور. لكن خلاف المكملات ولبن الام يمنع منع باد تناول الاغذيه الطبيعيه من المجموعات الغذائيه اللي حنذكرها. تبدا التغذيه التكميليه من عمر 6 شهور لحد سنتين الحين حنتكلم عليها. فمن عمر 6 شهور لحد شهر ممكن ندخل بعض الأغذية مثل الرز، من مجموعة الحبوب ناخد الرز ممكن نضيف له الحليب ودي يبدأ بها الطفل. حتى البداية للطفل لأول مرة يتناول نوع من الغذاء تكون في وقت هادي جدا، والطفل يكون فيه ارتياح، فتكون غالبا في منتصف النهار، يعني ما تكون بدري خالص لأنه الطفل بتكون معدته لسه كسلانة وبتكون في ساعات متأخرة من الليل. فبعد ما نجرب معاه الرز بالحليب ونديه من 6 شهور لحد 7 شهور، تليها المرحلة الثانية من 7 شهور لحد 8 شهور ممكن ندخل له بعض الحاجات المسلوقة مثل البطاطس تكون مبشورة بصورة ناعمة جدا حتى يسهل على الطفل تناولها. الحاجة الثانية ممكن نتناول نوع من الفواكه الطازجة تماما وتكون مهروسة بصورة ناعمة جدا، حتى الفواكه اللي بتكون فيها بذور نخلطها وتكون مصفية بصورة ناعمة خالص، أو يكون في شكل عصير فواكه. إذا كان ما كان في فاكهة طازجة يكون في شكل عصير فواكه يأمن لنا الاحتياجات البسيطة اللي بيحتاج لها الطفل. بعد 8 شهور ل9 شهور بيمنع تناول البيض والألبان الكاملة الدسم مثل ألبان البقر نسبة لعدم تكون الجهاز العصبي لدى الطفل، فبكون الجهاز العصبي لسه ما يتكون خوفه من تسبب بعض الحساسيات الغذائية. فمن المواد اللي نذكر بعض المشاهدين الأعزاء أنه البيض والحليب ممكن يسبب الحساسية في أعمار مبكرة، فممكن في المرحلة دي نمنع البيض والحليب. لحد عمر 8 شهور ممكن ادخل الحليب كامل الدسم والبيض يكون مسلوق بصوره جيده جدا، وتناول الطفل بعمل له كميه البروتينات المحتاج ليها. حتى اللحوم تكون في شكل مسلوق او مهروس تماما وخالي من الدهون، في هذه المرحله الطفل ما بكون عايز دهون. وبنمنع في مرحله من عمر 6 شهور لحد سنتين عدم تناول كل انواع المشروبات الغازيه وحتى الشاي والقهوه الى الطفل لانه في غنى عنها. فذكر الأم المشاهدة أن دائما الطفل بدور التغذية التكميلية ما تنسى الموية، لأنه إحنا قلنا من عمر 0 لحد 6 شهور ممنوع يشرب الطفل أي سوائل خارجية. بدأت التغذية التكميلية تذكر طوال أن الطفل حيحتاج لموية، وإن شاء الله تكون استفدتوا معنا في حلقتنا دي ونرجع للاستوديو. شكرا للنصيحة الغالية دي، ونتمنى إن شاء الله دوام الصحة والعافية للجميع. من حلقتنا اليوم وإحنا بنتكلم عن شخصية الطفل، في حاجة مهمة جدا انتبهنا لها، مسألة الحوار ما بين الأم والأب وما بين الأبناء. وفي المجال ده في كتابات طبعا كثيرة وكتب منتشرة في مجال التربية. واحد من الكتاب ذكر بأنه أبوه جاه وكان بيتكلم عن علاقته بابنه، فهو جاء مستاء جدا وبيتكلم بألم شديد، فقال لهذا الكاتب: أعتقد أن علاقتي بابني متوترة لأني لا أستطيع أن أفهمه، فهو لا يريد الاستماع إلي أبدا. قال له الكاتب: دعني أرتب ما قلته للتو، أنت لا تفهم ابنك لأنه لا يريد الاستماع إليك. فقال له الأب: نعم هذا صحيح. فقال له: دعني أجرب مرة أخرى، أنت لا تستطيع أن تفهم ابنك لأنه هو لا يريد الاستماع إليك. نفس الكلام. فقال له بصبر نافذ: نعم صحيح هذا ما قلته. قال له هذه الحكمة: كي تفهم شخصا آخر فلا بد لك أن تستمع أنت له.
من خلال هذا الكلام الحوار ثم الحوار ثم الحوار. ودعناكم الله.